السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمود وأهلا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن موبايل جديد من سامسونج، هو سامسونج جالاكسي A41. شركة سامسونج اليومين اللي فاتوا كانت بتعلن عن الجيل الجديد لسلسلة M و A زي موبايلات سامسونج جالاكسي A51 وال A71. الموبايلات دي بتنزل بتحديث بسيط على الموبايلات اللي قبلها اللي هي A50 وال A71 مثلا، فالتحديثات دي مش كبيرة ولا حاجة. فتابع معانا الفيديو للآخر عشان تعرف مواصفات الجهاز بتاعنا النهاردة وسعره وإيه هي مميزاته وإيه العيوب. فلو لسه مش مشترك في القناة انزل اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل حلقاتنا الجديدة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وشير ويلا بينا. هنبدأ بالتصميم. والموبايل بيجي بظهر وفريم من البلاستيك، وفي الظهر هنلاقي مستطيل فيه 3 كاميرات وجنبهم الفلاش، ومن الأسهل هنلاقي سماعات الموبايل وجنبها منفذ تايب سي للشحن ونقل الملفات ومخرج 3.5 مللي. والجديد في الموبايل ده ان هو مقاوم للمية والغبار بشهادة IP68 لعمق 1.5 متر تحت المية ولمدة نص ساعة. والموبايل بيجي بمعالج ميديا تك هيليو B65 ثماني النواة بمعمارية 12 نانو مع رام 4 جيجا بذاكرة داخلية 64 جيجا، وهي دي النسخة الوحيدة بس للموبايل، مع معالج رسوميات ميلي جي 52 ام سي 2. وبالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع سوبر اموليد بحجم 6.1 بوصة بدقة فول اتش دي بلس بكثافة بكسلات 431 بكسل لكل بوصة. والكاميرات الموبايل بيجي بثلاث كاميرات في الظهر، الاولى 48 ميجا بكسل ودي الكاميرا الاساسية، والتانية 8 ميجا بكسل الترا وايد بتصور بزاوية واسعة جدا، والتالتة 5 ميجا بكسل ودي عشان العزل. والكاميرات دي بتدعم التصوير بدقة 4K ب30 فريم في الثانية وبتدعم ال HDR. والكاميرا الأمامية 25 ميجا بكسل بتصور فيديو بدقة Full HD ب30 فريم في الثانية وبتدعم برضه ال HDR. والبطارية بتاعت الموبايل 3500 ملي أمبير بتدعم الشحن بقوة 15 واط عن طريق منفذ تايب سي. والموبايل بيجي بنظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهه سامسونج الجديده اللي هي وان يو اي 2. الموبايل ده متسعر بشكل رسمي في اوروبا ب 300 يورو اي ما يعادل 5150 جنيه مصري لنسخه ال 4 جيجا رام مع ال 64 جيجا ذاكره داخليه، ودي النسخه الوحيده للموبايل. والموبايل بيجي بشاشه ممتازه من نوع سوبر اموليد بمعالج باداء متوسط نسبيا وبطاريه ادائها متوسط نسبيا وخامات من البلاستيك. وطبعا مقاومه الغبار والميه اللي في الموبايل حاجه كويسه جدا، بس تسعير الموبايل غالي. بس الموبايل ده لسه متسعرش بشكل رسمي في السوق المصري، وعلى امل ان هو ينزل شويه. وكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. فلو لسه مش مشترك انزل اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل حلقاتنا الجديده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل بلايك وشير. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.